معايا الأستاذ فيصل زيد المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي. أستاذ فيصل برحب بيك. يا هلا يا هلا حبيبي، يا هلا يا هلا. الأول طمنا على نادي أهلي جدة السعودي ونتائجه في الدوري وإمكانية طبعا استقدام مدرب أو التعاقد مع مدرب جديد. في البداية الحمد لله على كل حال، تعبنا اليوم مع نادي النصر في نقاط الهدفين. ما زال دوري ثاني، ما زالت المباريات مستمرة، النصر والهلال في احنا هو استاذ فيصل في المركز استاذنك نعلي الصوت بس شويه. طيب بقول لك ان حاليا احنا في المركز الثالث في الدوري، وما زال الدوري طويل اكيد قابل الفرق للتعثريه في المرحله القادمه، وان شاء الله باذن الله احنا راح نسوي كل اللي علينا في المباريات القادمه، نلعب ان هي مباريات مفصليه، والله يكتب لي في الخير ان شاء الله قادم اليوم ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله فريق أهلي جدة طبعا من الفرق المهمة مش في السعودية بس، في الوطن العربي كمان، وليه شعبية كبيرة برضو مش في السعودية، ليه شعبية كبيرة كمان هنا عندنا في مصر وفي الوطن العربي. خليني أقول لحضرتك الحمد يعني حقيقة المفاوضات مع كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي. طيب في الفترة الأخيرة صحيح كان في مفاوضات مع عدة مدربين، لكن ما يشاع انه من ناحية مدرب نادي الزمالك كارتيرون لا غير صحيح، ما كان في أي مفاوضات، كان عندنا عدة أسماء مطروحة ولكن ما كان من ضمن هذا الاختيار. طيب هل توصلتوا لحد يعني مدرب معين؟ هل في، لو مش عايز تقول اسماء براحتك، هل في مدرسة معينة انتوا رايحين لها بتفكروا فيها؟ والله اكيد في عده ملفات مطروحه، لكن كاسماء الى الان، لكن خلال الساعات القادمه ان شاء الله كل شيء يحسم، وراح يكون ان شاء الله عن طريق المركز الاعلامي بالنادي الاهلي. طيب يعني هل خلاص يعني خلال قد ايه ممكن تعلنوا عن التعاقد مع مدرب جديد؟ ان شاء الله خلال الايام القادمه ان شاء الله نحن جاهزين نخلص هذا الملف في اسرع وقت ممكن باذن الله. اتردد في الفترة الأخيرة إن في مفاوضات ما بين أهلي جدة السعودي واللاعب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، هل الكلام ده صح ولا لأ؟ مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك؟ نعم، مصطفى محمد؟ مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك. لا نحن عندنا الفترة الشتوية للانتقالات أغلقت في لا، نهاية أنا يناير، بتكلم على ما قبل إغلاق الفترة الشتوية يا فندم. لا غير صحيح غير صحيح، ما كانش في أي لاعب مصري تم التفاوض معاه خلال الفترة ما قبل إغلاق الفترة الشتوية؟ لا غير صحيح غير صحيح. هل كان في فعلا مفاوضات ما بين النادي الأهلي وعمر السومة للانتقال إلى النادي الأهلي في يناير اللي فات؟ عمر السومة دارها قبل كده، الاهلي بيت الاول عمر السومه غير قابل للنقاش يعني لا مستمر مع يعني الدكان. تاني انا بس ما سمعتش حضرتك. لا ما في اي مفاوضات، ما في. استاذ فيصل زيد المتحدث الرسمي لنادي اهلي جده بشكرك طبعا، بتمنى التوفيق طبعا لفريق اهلي جده من الفرق المهمه جدا عربيا مش في السعوديه، الدوري السعودي من اهم الدوريات العربيه اللي ظهر بقوه في الفتره الاخيره.